أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح. المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة، والنهاردة بشوفه يطلع للنور. إننا نسجل بالصورة دي الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية، عشان كده سميناها مدرسة المسيح. مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ، تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في المدرسة دي هندرس 12 كتاب، كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله. تقدر في المدرسة دي أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسم مستعار نيكنيم، وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا، وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك. عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك. ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح. أصدقائي وصديقاتي، برحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. مدرسة بتدعوك أن تكون تلميذ، تتعلم المسيح. برحب بكم هنا معانا، برحب بكم على شاشات التلفزيون. في المرات السابقة ابتدينا رحلة إلى معرفة الله، وفي الرحلة دي اتكلمنا عن أهميتها واتكلمنا عن طرق إعلانها، ودخلنا في اكتشاف الله كما هو تحدث عن نفسه في الكتاب المقدس. فتكلمنا عن طبيعته، وتكلمنا عن صفاته الطبيعية، قدراته غير المحدودة من نحو الزمان والمكان والقدرة والمعرفة. وابتدينا المرات اللي فاتت في اكتشاف الشخصية الأدبية، الصفات اللي تتعلق بالعلاقة والمبادئ والقيم اللي يتعامل بها مع الخليقة، وخدنا مفتاح هذه الشخصية اللي هي المحبة. الله محبة، كل ما فيه حب، إرادته خاضعة لحبه، خلقه خاضع لحبه. الحب هو الإرادة العليا في الشخصية الإلهية اللي بتتحكم في كل القرارات الأخرى. حاجة جميلة إن إلهي إله الحب، الحب غير المشروط، الحب غير المحدود، الحب الذي يريد الصلاح، الحب الذي يعطي بسخاء، الحب الذي يضحي بنفسه، الحب الذي يدعوني إلى شركة الوحدة، الحب اللي بيقول لي اختار انت كمان انك تحب. الصفة الثانية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي صفة القداسة، والصفة دي خدت مكانة كبيرة قوي في الكتاب المقدس. والبعض بيرى ان يمكن القداسة هي الصفة العليا والعظمى، لكن هنشوف يمكن من خلال الدراسة دي وجهة نظر مختلفة شوية عن كده. قبل ما نقول ايه هي القداسة وشواهد القداسة واهمية القداسة لحياتنا، اتعودنا نروح نسمع اخواتنا قالوا ايه في الموضوع دوت، ودي فرصتنا واحنا بنسمعهم اني افكر كويس انا بفكر ازاي في قداسة ربنا. دي حاجة تخوفني ولا دي حاجة تطمني؟ فهمها ولا مش فهمها؟ فهمها ازاي ومش فهمها ازاي؟ نسمعهم ونرجع مع بعض. مدرسة المسيح. نرمين، الله قدوس يعني ايه؟ قدوس، الله قدوس يعني هو كامل، هو يعني الله كامل ما فيهوش يعني ممحو من كل خطية. الله قدوس يعني له العظمة، له القدرة، له السلطان. مش عارف يعني الله قدوس يعني الله ما فيهوش حاجة غلط، يعني بيقول انه لم يعرف الخطية، الله لم يعرف الخطية. قداسة هي أن أنا أكون طاهر وبلا عيب. قدوس يعني بلا خطية. هو التعريف قداسة هو ربنا، ربنا قدوس، فهو يعني المثال اللي نمشي عليه في القداسة. القدسية الله هي الطهارة الكاملة والنقاء الكامل،
ده اللي بيدي لله قدسية، اللي بيخلى الله قدوس، يعني الله فوق مستوى الفساد وفوق مستوى الخطية. لما أنا أتقدس ده يساعدني أقرب من ربنا، ولا لما أنا أقرب من ربنا ده يساعدني أتقدس؟ لما أنا أقرب من ربنا ده يساعدني أن أنا أتقدس. إن جيت لربنا وقلت له رب قدسني هيقدسني، لأن يضع روحنا روحه جوانا فيقدسنا. لا، أنا كل ما أقرب من ربنا كل ما قداستي تزيد. قداستي مش هتزيد من غير ما أقرب من ربنا. يعني أنا ما ينفعش أقول أنا هبقى قدوس أو يعني مقدس فأقرب من ربنا. ربنا أنا هروح أقول له يا رب نظفني أنت، اغسلني بدمك، فأنا هتقدس لما أقرب من ربنا، أما أقعد معاه وأصلي له هتقدس، أطلب منه القداسة أن هو يديها لي عشان أبقى زيه، فأنا هبقى قدوس. أنا مش هتقدس فأقرب من ربنا. لا، لما أقرب من ربنا هيساعدني أن أنا أتقدس. أنا لما أكون قريب لربنا هبقى قدوس، فلما أبقى قدوس هقرب لربنا أكتر. مجدست المسيح. قداسة الله تقربني منه ولا تخوفني منه؟ لا، تقربني منه طبعا. ما فيش حد يعني قديس او مليان قداسة او كامل القداسة زي الله ونبقى خايفين منه، يعني بالعكس دي حاجة تقربنا منه اكتر. قداسة ربنا بتقربني منه. لا، قداسة الله حاجة تقربني منه. لما هو قدوس وانا بقى قدوس زيه، وافتكر دي حاجة تقربنا من بعض. في الصليب بتقربني منه، من غير الصليب تخوفني. هي مش حاجة تخوفني منه، بس هي حاجة تحسسني اني بعيد وان انا ضعيف ومش هقدر اوصل لله. لكن احنا لما بنطلب الله وبنقول له تعالى انت اللي غيرني وانت اللي قدني، فربنا يقدر يعمل كده. المشكلة ان احنا ربنا ادانا الحرية، فانا لما بقول له يا رب تعالى لجم لساني ان انا مغلطش، حط لجام على لساني، ما تخلينيش اقول كل اللي يجي على ذهني، لكن انت اللي قود لساني. المشكلة ان الله بيساهم في كده، لكن مش هو اللي بيمسك اللجام وهو اللي بيقول لي اعمل ايه. ترفعني فوق مستوى الخطية، لان الله قدوس ولا يقبل فساد. قداسة الله تسحبني لفوق، ترفعني. لما بص على الله في قداسته اكتشف ان انا ايه؟ زيرو، ناجسة. يعني زي أشعيا لما بص وقال له ويح أنا الإنسان ناجس الشفتين وساكن وسط شعب ناجس الشفتين. يعني أموري بتكتك، يعني أموري بتوضح قدام ربنا. على حسب أنا شايفة نفسي إيه، على حسب أنا شايفة نفسي أنا شبيهة بيه وفعلا بنته. اكتشف إن أنا حقيرة ومليش أي لازمة، إن الله حاجة كبيرة جدا جدا جدا. اكتشف إن أنا كل عيوب وكل وحش، لأن الله قدوس قوي، فأنا لما أقف قدامه بكتشف السهوات اللي في حياتي. اكتشف إن أنا خاطي ومحتاج إن قداسة الله ترفعني. وده يشجعني ولا يحبطني في سكة القداسة؟ هو بيحبطني في الأول، لكن لازم، طالما أنا خدت قرار إن أنا أعيش ابن لي، فده لازم يشجعني ويقودني ان انا اعيش حياه القداسه. مش معنى ان انا زيرو ان انا افضل في الزيرو، لا، انا لازم اكمل واطلع لغايه العشرة والمية والالف. يشجعني طبعا، يشجعني اكتر واكتر واكتر اني امشي في سكه القداسه. لا، ده يساعدني ان انا اتقدس. مجدست المسيح. زي ما ابتدينا قلنا صفه القداسه في كلام مختلف عنها، وكويس ان ناخدها على طول بعد صفة المحبة، لان الربط اللي بينهم جميل ورائع. ذكرنا بعضه واحنا بنتكلم عن المحبة، لكن عايزين الحقيقة دي تكون واضحة لنا. الايات اللي جت فيها ان الله قدوس واسمه قدوس، زي العذراء القديسة مريم لما رنمت الترنيمة الشهيرة بتاعتها واسمه قدوس، القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. فهو قدير وده الجلال، واسمه قدوس وده الجمال، الصفات الأدبية والصفات الطبيعية. جت كتير 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 ترنيمة الملائكة في إشعياء 6، هذا نادى ذاك قدوس 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 رب الجنود. رب الجنود هنا يعني the almighty God، الإله القادر على كل شيء. فهنا القدرة وهنا القداسة. جت
بصور كتيرة جدا جدا في كتاب هنقرأ بعضها. السؤال بتاعنا ايه المقصود بالكلمة دي؟ الكلمة دي تعني ايه؟ الكلمة دي جت بمعنيين في الكتاب لازم نخلني بالنا منها. مرات جت بمعنى الإجلال، العظمة، أو بعبارة أخرى الكمال. جاءت بمعنى الكمال المطلق، وبنحسها مرات في بعض الآيات إن هنا مش بتكلم عن صفة القداسة، بتكلم عن قدوس، قدوس مهوب، عظيم، لامع، مضيء، عالي، مرتفع، فبيتكلم عن الكمال المطلق. لكن جات في أحيان تانية بمعنى القداسة اللي هي بلا شر، إنه بلا شر، منفصل عن الخطية، يرفضها، يكرهها، لا تدنو منه البتة، لا يصنع شر، ما بيغلطش، ما إيه؟ ما بيغلطش. فجاءت مرات بصفة عامة، عامة لكل الصفات، الجلال والجمال مع بعض بمعنى العظمة والارتفاع في كل حاجة، في قدراته وفي صفاته. لكن جت بطريقة مرات خاصة وهي بتتكلم عن بلا شر. هنسمع بعض الآيات هنحس على طول دي بتتكلم عن ده ولا دي بتتكلم عن الناحية التانية. حاجة التانية، الصفة دي بتبدو لوحدها مخيفة، لأن أنا حاسس بخطيتي. فزي ما الناس قالت كده، فكرة إن ربنا قدوس بتحسسك بإيه؟ قالوا كلام صعب قوي، ها؟ بالندالة بتاعتي يعني أنا وحش قوي، وإذا كان ربنا قدوس فأنا ما أقربش منه. ودي الصورة اللي كانت موجودة في العهد القديم لما ربنا ظهر على الجبل ونار، فالناس ما كانتش قادرة تقرب ولا تلمس الجبل، لأن ربنا قدوس وأنا نجس، فما ما نلمسش بعض، ما نلمسش بعض، لأن النار المقدسة دي هتاكلني لأني أنا نجس. الصورة دي لازالت موجودة عندنا حتى الآن، إن القداسة بتخوفني من ربنا. القداسة بتعمل إيه؟ بسبب إحساسي بالنجاسة، بسبب إحساسي بالدنية، بسبب إحساسي بإني أنا مش كامل، هو كامل وأنا خاطي مش كامل. لو فهمناها النهاردة بمعناها الصحيح في ضوء المحبة، بالعكس هتخليني أجري عليه مش أجري منه، أجري عليه. أرجوكوا خلي بالكوا من الحقيقة الصغيرة دي. سؤال تاني مهم قبل ما نقرأ الآيات، هل القداسة الإلهية صفة مستقلة بذاتها ملهاش دعوة بالحب، ولا صفة القداسة الإلهية مرتبطة ارتباط وثيق للحب فهي أحد أوجه التعبير عن الحب؟ ده السؤال الثاني. فالسؤال الاولاني، هل دي حاجه تخوفني فاجري منه، ولا دي حاجه تدفعني اليه؟ السؤال الثاني، هل دي حاجه مستقله تماما عن الحب؟ الحب عايزني بس القداسه شايفاني نجس، هل هي كده؟ ولا القداسه هي احد اوجه تعبير الله عن الحب؟ اقولها بطريقه ثانيه تبان غريبه بس خلينا نعبر عنها. بحب زوجتي جدا 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 جدا، فمش ممكن افكر اني اخونها او اغلط في حقها او اجرح مشاعرها لاني بحبها، ولا بحب زوجتي حاجه ومش عايز اجرح مشاعرها او مش عايز اخونها او اي حاجه، ده لاني انا مؤدب. هل في علاقه بين اني انا مش عايز اجرحك ولا اصنع شرا بيك ولا اذيك لأني بحبك، ولا بحبك دي حاجة وأنا ما بحبش أغلط دي حاجة تانية ملهاش دعوة بيك، ليها دعوة بيا؟ فاهمين المشكلة فين؟ لما بنقرب من ربنا بنكتشف إن الصفات اللي في ربنا مش كل واحدة رايحة في حتة بذاتها كده، يعني زي حاجات كده، يعني إيه ربنا نزل السوق لم شوية حاجات على بعض وعمل منها بوكيه، مش كده، مش كده، دي حاجات مرتبطة بعضها ببعض. الحب ده أنا بحبك فعايز خيرك، عشان كده الكتاب بيقول إيه؟
المحبة لا تصنع شرا للقريب. فربط بين اني ما بعملش الشر وبين ايه؟ المحبة. قال المحبة هي تكميل الناموس. قال لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد زور، تجتمع في كلمة واحدة اللي هي ايه؟ تحب قريبك. يبقى اذا الكتاب قال لي حاجة غير اللي احنا فاهمينها. قال قدوس بلا شر، قدوس بلا شر سببه ايه؟ الحب. انا لو حبيت قريبي مش هصنع بيه شر. انا لو حبيت قريبي مش هصنع، انا هصنع شر بمين؟ بقريبي. انا لو حبيت نفسي مش هصنع شر بنفسي. انا لو حبيتك مش هصنع شر بيك. انا لو حبيت ربنا مش هغيظه، صح؟ انا بحب حد هسعده، انا مش بحب حد هتعسه. فالاثنين مرتبطين ببعض. المحبه لا تصنع شر بالقريب، المحبه هي تكميل الناموس. لما سأل المسيح الوصيه الاولى والعظمى هي ايه؟ لا تقتل، لا تزني. قال له لا لا لا، تحب قريبك بس، تحب الرب لك وتحب قريبك بس. اذا المسيح والعهد الجديد غيروا نظرتنا عن مفهوم القداسه، وصارت القداسه من باب المحبه سهله، مش متطلب جديد، مش مطلوب مني احب ومطلوب مني ابقى كمان قديس، وبعد شوية هيبقى مطلوب مني ابقى رحيم، والطلبات كترت او 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 او. اللي هنشوفه المسيح بيقوله والعهد الجديد بيقوله خلى الموضوع مرتبط ببعضه. فهمت انا؟ فهمت. واحنا بنتكلم عن محبة قلنا الفكرة ديت، قلنا فكرة ازاي ربنا بيحب الخاطي وبيجرح الخطية، ازاي عملها دي؟ دي تناقض. قلنا ده مش تناقض. قلنا انه سبب كراهية الله للخطية مش انها بتجرح مشاعره. الخطية موجهة ضد الله، ده صحيح، لانها كسر ناموس ربنا. لكن ربنا كبير، مش هتتجرح مشاعره من عمايلنا. امال بيكرهها ليه؟ لان اللي احنا بنعمله ضد ربنا في واقع الامر بيدمر سعادتنا وحياتنا، فبيكسر قلبه. فكراهية الله للخطية نابعة من محبة الله للإنسان. فحبه ليا وكراهيته لخطيتي خط مستقيم ما فيهوش أي تناقض. إذن القداسة نبعة من أصل الحب، من أصل الحب. دي واحدة من روافد المحبة. المحبة نهر كبير قوي، واحدة من الروافد بتاعته هي اختيار القداسة، إني لا أصنع شر بالقريب، بالعكس أصنع له الصلاح والجود والتضحية، مش الشر، مش الأذية، مش خيانة العهد، لأني بحبه. خلونا نسمع الآيات اللي بيقولها الكتاب، اللي فضول كده هنقدر نكتشف إزاي إن القداسة من مدخل الحب معنى جميل جداً، وتخلي القداسة، قداسة الله حاجة بتخليني أجري ناحيته مش أجري منه. لأن قداسته ناحيتي تطمني ربنا بيحبني، عمره ما هيغلط في حقي. قداسته من ناحيتي كراهيته لخطيتي، لأنه بيحبني مش لأنه متغاظ مني. فهمتوني؟ لاويين 11:44 في العهد القديم، احنا كده على طول موجوده في بطرس الاولى نفس العباره، اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين، مش قدوسون، عشان ما اقدرش ابقى قدوس، انا هو قدوس، انا اقدر ابقى قديس بس. فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا قدوس. لا تنجسوا انفسكم، ما توسخش نفسك حبيبي، ما توسخش نفسك. فهمتوا؟ في يشوع، فقال يشوع للشعب لا تقدرون أن تعبدوا الرب. دي النظرة، لأنه إله قدوس. قالوا إحنا نعبد الرب، قال لهم احسبوها تاني، ربنا مش بيحب الخطية، ربنا مش بيحب الخطية، هتعبد الرب هتسيب الخطية، لأنه إله قدوس، إله غيور. لما تحب حد تغار ليه،
تغار ليه؟ احنا الغيرة متلخبطة عندنا خالص، حزبة الغيرة متلخبطة عندنا خالص. انت يقولك لما بتغير بتحب حد بتغير عليه من الهوى الطاير، بتحب حد ما عادش قرب منه، ده بتاعي وما عادش قرب منه، ده امتلاك. الغيرة الحقيقية مش تغار عليه، تغار له، تغار له، تغار لمصلحته لأنك بتحبه. هما فهموها غلط زمان. الله قدوس وإله غيور بيغار علينا معناه أي حاجة هتقرب مننا أو إحنا هنخرج عن طوعه هينسفنا، ده اللي كانوا هما فاهمين. في العهد الجديد إحنا فهمنا، إحنا فهمنا قصده إيه لما بيقول الحكاية دي، إله غيور. ليس قدوس مثل الرب، ليس غيرك، ليس صخرة مثل إلهنا، صموئيل الأول 2:2. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس، الروح القدس اتسمى بصفة القداسة لأنه روح الله، لا تنزعه مني. يحمدون اسمك العظيم المهوب قدوس هو. خلي بالكوا هنا بقى ديت صفة القداسة بمعنى الكمال ولا صفة القداسة بمعنى الانفصال عن الشر؟ هنا المهابة والجلال، قدوس هو العظيم المهوب القدوس. خلي بالكوا زي ما قلنا ان الكلمه دي استخدمت بالمعنيين في طول الكتاب المقدس. هذا نادى ذاك قائلا قدوس 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 رب الجنود، مجده مجد العظمه والجلال والارتفاع والبهاء يملا الارض كلها. اشعياء 6:3 دي ترنيمه العذراء القديسه مريم، القدير صنع بي عظائم، اسمه اسمه قدوس. الحديث عن المسيح في أعمال 3:14 لما الرسل وقفوا وعظوا وأشاروا بأصابعهم لليهود الذين صلبوه وقالوا لهم أنتم أنكرتم القدوس البار. هنا القداسة بمعنى هنا إيه؟ انفصال عن الخطية، إنه ملوش ذنب، بلا شر بلا شر، البار القدوس البار، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. أنتوا اللي عملتوا كده، أنتوا اللي عملتوا كده. بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع. بص صفة القداسة في المسيح مش بس في الآب، الذي مسحه هيرودس وبيلاطس البنطي، الذي مسحته أنت هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، كل دول اجتمعوا على المسيح. لما طلع فيلم The Passion of Christ اليهود كانوا عملوا البدع عشان يمنعوا نزول الفيلم دوت، قال لك ده اتهام ان احنا صلبنا المسيح. نعم ده بيتهمونا ان احنا صلبنا المسيح، الرومان هم اللي صلبوه. طب ما الفيلم بيقول الرومان هم اللي صلبوه بس انتوا اللي اسلمتموه. ده اتهام، ده انتي سيميتك، ده ضد اليهوديه وضد ال يعني يعمل العمله ويمشي في الجنازه. يعني امال هو حاجه تانية حصلت غير كده؟ مش انتوا رايكم ان المسيح لغايه النهارده ده دجال ولو جيب نفس الطريقه برضه هتصلبوه تاني؟ هو انتوا غيرتوا رايكم؟ هو انتوا غيرتوا رايكم؟ ما انتوا اسلمتموه حسدا لبيلاطس ولانه كان ما تقدروش تصلبوه الا بامر الرومان، فانتم وبيلاطس البنطي صلبتموه وهيرودس الملك. فتاك القدوس يسوع، وقف يسوع وقال من منكم يبكتني على خطيه. حد يقدر يقول كده؟ انا عشت 33 سنه، مين يشاور على غلطه واحده عملتها، كلمه غلط قلتها، فعل غلط فعلته، نيه غلط، شهوه اشتهيتها؟ دي القداسه. مره تانيه صفه القداسه للروح القدس، صفة القداسة عن المسيح، كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاة، صار أعلى من السماوات. بطرس خد نفس العبارة اللي كانت موجودة في لاويين، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، في البيت، في الشغل، في العمل، في الشارع، في السوبر ماركت، في الكنيسة، في كل سيرة، لأنه مكتوب كوني قديسين لأني أنا قدوس. خليني أقف عند الحتة ديت عشان أشوف النهاردة إيه اللي أنا أستفاده من فهمي عن القداسة ديت.
زي ما قلنا في البداية، الوصف هنا وصف الكمال، لكن وصف كمان القداسة اللي انفصلت عن الخطية، اللي كرهت الخطية. احنا مرات كتيرة بتبقى دي المشكلة بتاعتنا. المشكلة بتاعتنا اننا بنفضل لسه نحب الخطية. طبعا حلو لذيذة في الاول، يعني هي بعد كده مرة قوي، بس في الاول يعني فانا بنحبها، بس احنا عايزين نعيش مع المسيح فهنضحي بالخطية عشان نعيش مع المسيح. بقاوم حاجة بحبها لازم تغلبني، لازم تغلبني، انا بحبها لان سايب لها مكان جوايا. اختيار القداسة، اختيار القداسة بيفصلني عن الخطية، بينتزع جذور محبتي للشر، لاني بحب الرب. يا محب الرب، يا محب الرب، عارفين الآية دي، ابغضوا الشر. يا محب الرب هتبغض الشر، لان محبة الشر ومحبة القريب متناقضتين، لأن محبة الشر ومحبة الرب متناقضتين. اختياري أني أحب رب إلهي من كل قلبي وأحب قريبي كأنه نفسي يعطي في قلبي مكان أني أحب الشر، أني أشتهي الحاجة اللي مش من حقي، أني أنصب على غيري، أني أسرقه، أني أشتهيه، أني أزله، أني أجرحه، أني أظلمه. أنا بحبه، أنا بحبه، أنا بحب الرب وبحب الناس فعايز خيرهم، فعايز خيرهم، فأنا بحب الخير فبالتالي بأبغض الشر. ده اختيار أنا بختاره، عشان كده بيقولوا كونوا قديسين، اختاروا السكة دي، كونوا، كونوا، ده أمر، ده أمر أنا بختاره، أنا لازم أختاره. إحنا بنقف نقولها قدسني 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 قدسني، صح؟ بصص في المراية وشايف عيوبي، قدسني قدسني قدسني، انا بحب الخطيه بس قدسني، انا بحبها بس اديني نصر عليها عشان اغلبها، حبيبتي دي تخليني اغلب، انا بحبها يا رب بس عايز بس خليني اسيبها، بس انا بحبها وما وعدكش اني مش احبها، انا افضل احبها بس خليني اسيبها. ما عنديش أمل إن السكة دي تمشي، ما عنديش أمل. يا محب الرب ابغضوا الشر بغضا تاما أبغضتها، بيقول الكتاب بغضا تاما، لأني حبيتك فأنا كرهت الشر. بس العلاقة بين الاثنين، طرق الرب مستقيمة الأبرار يسلكون فيها، المنافقون يعصرون، صعبة دي، صعبة قوي، بس السكة دي اللي بيرسمها الكتاب جميلة قوي، اني احب الرب واختار اني اغار للرب واغار لاخوتي، فغيرة الحب على اخواتي وغيرة الحب على ربنا تجعلني ابغض الشر في قلبي، بغار لمجد الله، عشان كده مش بسمح الخطية تسلط على حياتي، عشان كده مفيش حد هيتسلط عليا سواك، عشان كده بوحد قلبي لخوف اسمك. دي قرارات باخدها، دي قرارات باخدها. إذن الآن هتعلموا من فهمي لقداسة الله حاجتين، إن قداسة النبع من الحب دي ما تخوفنيش من ربنا، دي تخليني أجري عليه، صح؟ ما تخوفنيش منه، دي تحطي ثقة فيه إنه عمره ما هيجرحني، عمره ما هيختار حاجة ضدي، لأنه قدوس بلا شر من كتر ما بيحبني. دي مش حاجة ضدي إنه قدوس، دي حاجة إيه؟ المصلحتي. الفايدة التانية إن لما بيقول لي خليك زيي، دي السكة كده أسهل، زي ما قال لي بحبك خليك زيي اختار الحب، بيقول لي أنا قدوس خليك زيي اختار إنك تكون قديس، إنك تمشي في سكة القداسة. سكة القداسة إيه؟ إنك تحب فتبغض الشر، إنك تحب رب إلهك وتغار له فتبغض الشر، إنك تحب أخوك وتغار له فتبغض الشر. فما بقاش جواك تناقض،
وما تبقاش بتطالب نفسك بطلبين، اني احب واني اعيش قداسة. هي نفس السكة، هي واحدة من قرارات الحب في الحياة، هي واحدة من علامات صدق الحب في الحياة. يا محب الرب ابغضوا الشر. أسئلة؟ هو السؤال زي فاين تيونينج، بس الحاجة حضرتك قلتها، ايه دور الجهاد الروحي في ضوء ان محبتي لله ومحبته ليا تنتج القداسة؟ سؤال جميل قوي، لان دايما المشكلة هي بين النعمة والجهاد، النعمة والجهاد، الدور الالهي والدور الانساني. النعمة هي الدور الالهي، الجهاد هي الدور الانساني. في العهد القديم الجهاد كان الدور الاكبر، دوري انا اني انفذ وصايا ربنا. نفعت؟ ما نفعتش. الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. في العهد الجديد فهمنا ان في نعمه ربنا بيديهاني، دوري في الجهاد اني استقبل النعمه واني استخدم النعمه. تاني، استقبل النعمه واستخدم النعمه. دور الجهاد في الحب اني استقبل محبه ربنا بالايمان، وبعدين استخدم الحب ده اني احبه واحب الناس. اذا ما استقبلتش النعمه دي هعرف استخدمها؟ فقد الشيء لا يعطيه، صح كده؟ فدور الجهاد في العهد الجديد استقبال النعمه الاول، لازم استقبل الحب، لان المحبه هي من الله. كويس. عشان كده كل من يحب فقد ولد من الله ويعرفه، ولازم استخدمها. اذا استقبلتها وما استخدمتهاش تبقى دناوه، ها، تبقى قله اصل. فانا هستخدمها. فالجهاد اني استقبل واستخدم، اخد ودي، اخد ودي، اخد ودي. مظبوط. نفس الفكره في القداسه. في العهد القديم القداسه انك تفعل الوصايا، اقدر ما اقدرش. في العهد الجديد في نعمه، في نعمه انك لما تحب رب الهك هتبغض الشر. فالرابط اللي بيربطك بالخطية انت بتقطعه، فمش ماشي بتجرجر وراك قيود الخطية، لكن الحب لربنا بيفتح عيني ان الخطية دي خاطئة جدا، الخطية خاطئة جدا، الخطية خاطئة جدا، شكلها حلو بس هي قبيحة جدا، قبيحة جدا، قبيحة جدا. وده اللي بيقوله رومية 7، قبيحة جدا. فبكرهها، مش بكره الناس، بكره الخطية. سهل قوي ترفض حاجة بتكرهها، صعب قوي ترفض حاجة بتحبها. ده الجهاد، ان النعمة اللي بستقبلها بتغيرني جوايا. فلما بتتغير جوايا نظرتي للأمور بقدر انفذها، فبجاهد اني اعملها. استقبلت نعمه محبه الله اللي خلتني ابغض الشر، استقبلت نعمه تخليني احب اخويا، فمش عايز اجرحه، مش عايز اهينه، مش عايز ادمر حياته، انا عايز مش بعتدي عليه، بالعكس انا بضع نفسي من اجله. كويس. ساعتها اني اجاهد اني اصنع البر ولا ارتكب حماقه الشر. اسهل ولا لا؟ اسهل بكتير. فالجهاد في العهد الجديد موجود، بس الجهاد في العهد الجديد مبني على النعمه، والا يبقى انا لسه في العهد الايه؟ القديم. انا جاوبت؟ اشكرك. سؤال تاني. ابونا انا عندي استفسارين، هما حاجتين بعاد عن بعض. يعني لو انا بكتشف عيوب فيا، اوكي، وانا في محضر ربنا انا بكتشف عيوب فيا، فانا ببقى محتاجه اعمل وقفه مع نفسي ومع عيوبي واركز على عيوبي واشتغل عليها. ده معناها ان انا كده بصيت على نفسي وقسمت نفسي، ما بقتش اشوفها في عيون ربنا واخد قيمتي منها. فان انا اجي واشتغل على نفسي ما ينفعش؟ يعني دي حاجه مش صح؟ سؤال كويس قوي، لان فكره المرايتين دي احنا عايزينها تبقى معانا طول السكه، لانها نقطه مهمه قوي في مدرسه المسيح. وانا في محضر ربنا شفت عيوب فيا، شفتها في مرايته، يفرق قوي. وانا بخزق في عينيا فشفت عيوب فيا، فدي مهمه قوي، لان هو لما بيوريني اللي جوايا بيبقى عندي نعمه ساعتها اني اتغير.
فدي نقطة مهمة قوي كويس انك اشرت اليها. فوانا باصص عليه هو وراني ضعف فيا، وراني ضعف فيا. مدام ورهوني بعايز ايه دلوقتي؟ عايز يشتغل هو عليه مش انا اشتغل عليه. تاني نقطة دي مهمة قوي. تاني لو انا خط ضعفي قلت له طب اوكي هروح اظبطه واجي، هتروح تظبطه فين؟ عند الميكانيكي؟ يعني هتروح فين تظبطه؟ احنا مرات بنقول اوكي هظبطها واجيلك. لا، احنا هنظبطها فين؟ هنا في محضر ربنا، في اوضه العمليات الالهيه. فربنا وراني عشان يقول لي ايه؟ تسمح لي، تسمح لي هنعمل عمليه دلوقتي، هنشيل الورم، تسمح لي في فقاعه هنخزقها. تسمع، لازم ياخد اذني. فهو وراني عشان اقول له اوكي. احنا مرات بنعمل كده وبعدين نقول له اوكي انا هتعامل معاها. مش هتقدر، دي النعمه والجهاد، دي نعمه وجهاد. ربنا وراني ان هيشتغل دلوقتي، هيشتغل دلوقتي عليها، فبيشتغل دلوقتي عليها، فبياخدني الى اني ارفع ايدي عن الحاجه، ارفع الحمايه عن الحاجه ديت. شفت كبرية؟ هزيمه الكبرية مش اني اقطم رقبتي، هزيمه الكبرية اللي هيورهوني اني اشوف تواضعه. يعني دايما علاج ضعفي موجود فيه، هو علاجي. شفت صغر نفس هيوريني قيمتي في نظره، شفت اني بحب حاجة غلط فهيوريني الحاجة دي قبحها عشان ابغضها. واضح اللي بقوله دايما؟ يعني في واقع الامر هو الطبيب، هو الجراح، هو اللي بيجري الحاجة دي. فلما وراني حاجة مش وراني يقول لي حل المشكلة دي وتعالالي، وإلي يبقى فين النعمة؟ النعمة هي ان لما بيوريني معناه تسمح لي اساعدك ان الحاجة دي تتغير، تسمح لي ان الباب ده نفتحه، تسمح لي ان العائق ده نشيله، تسمح لي ان الفرامل اللي انت شددها دي ننزلها، تسمح لي المسمار المكسور ده نركب واحد غيره. واضح اللي انا عايز اقوله؟ فده مش انحصار في نفسي خالص، ده بالعكس، ده مش عودة للمرآة البشرية، ده اللي بنقوله ناظرين مجد الرب. يحصل ايه؟ نتغير. احنا مش بس بنتغير لاننا بنحبه اكتر، مش بس بنتغير لان نثق فيه، لو فاكرين الخمس حاجات اللي احنا قلناها، بنتغير لانه بيوريني العيب وبيتعامل معاه وانا موجود. وبعدين بيقول لي بقى تدريبات اعملها، بيقول لي تدريبات اعملها وانا قاعد معاه بقول له طب انا اعمل ايه؟ هيقول لي ما تفكرش في الموضوع ده كتير، هيقول لي روح اعترف بالضعف ده لواحد، هيقول لي روح قول لواحد على الحاجة ديت عشان يتابعك كل يوم. واضح؟ يعني مش بس هعمل عملية، والنقاهة، النقاهة بتاعت العملية هيديني الروشتة اللي وانا خارج من قط العمليات اعملها خلال الاسبوع اللي جاي. ده انحصار؟ ده مش انحصار. انا جاوبت السؤال التاني. السؤال التاني هو يعني غير السؤال الاولاني خالص، اللي هي الحتة اللي حضرتك قلتها في يشوع، فقال يشوع للشعب لا تقدروا ان تعبدوا الرب لان اله، لانه اله قدوس واله غيور، هو لا يغفر الذنوب ولا الخطايا ولا خطاياكم. مش فاهم يعني الحته دي، انا ما قريتهاش، انا قصدت ما قريتهاش. انت طلعتيها، انا فوتها، هي طلعت على الشاشه بس انا فوتها. ال 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 الديبيت اللي حصل او المناقشه اللي حصلت هنا ان 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 يشوع كان كبر وزي ده ختام يعني كبر وفي السن والشعب ابتدى يستقر وخدوا جزء كبير وفاضل الارض كتيره لامتلاك وما خرجوش ليها، فابتدى يقول يا جماعه نقف هنا وقفه ونقول هنعمل ايه. انا وبيتي نعبد الرب، اختاروا لانفسكم من تعبدون، ان كانت الهه المصريين، ان كانت الهه الاموريين، ان كان الرب، اختاروا لانفسكم. دايما ربنا بيخيرني، مفيش اجبار، مفيش اجبار، ربنا ما بيجبرنيش، لا اكراه في الدين. ربنا ما بيجبرنيش، ربنا لو اجبرني يبقى مش اله. فاختاروا لانفسكم من تعبد، انا وبيتي نعبد الرب. لا لا لا، احنا كمان نعبد ربنا، ده سهل قوي. فقال لهم هو اله غيور وقدوس، مش هيفوت الغلط. لا يغفر هنا معناه مش بيفوت، يعني تغلطوا وتعبدوا آلهة أخرى وتعملوا اللي أنتوا عايزينه وماشي. لا، هو إله غيور. العلاقة مع ربنا مشروطة. العلاقة إيه؟
مشروط. فهنا لا يغفر بمعنى لا يتهاون مع الخطية. مش هيقبل انكم تعبدوا البعل وربنا وزيادة الخير ايه؟ خيرين. فلو طلع البعل هو ربنا يبقى رضي، وطلع ربنا هو ربنا ومفروض ربنا يفتح مخه برضه ويرضى ان نعبد ونعبد البعل ونعبد آلهة الأموريين والحسيين وكل الآلهة خير وبركة يعني لان ده اللي حصل معاهم. فقال لهم بصوا الوضع ده مش هينفع، هو إله غيور، عشان كده ربط دي بالغيرة. انا بغار ليك يعني بالضبط. انت تخيلي حضرتك مثلا حد اتقدم لك فانت قلتي له انا ما عنديش مانع اتجوزك، بس انا عندي صاحبي وانا بحبه وانا مش هسيبه، انا يعني عايزني كده كده مش عايزني انا يعني، وليله هنا وليله هنا يعني انا فهو بيقول انا بحبك وبغار ليك، مش هتنفع الحكايه دي، مش هتختاريني تبقى انت زوجتي مش لحد تاني. فده الموضع بتاع لان ان الله رحيم وغفور ده مليانه في العهد القديم، يعني اقدرش اقول ان الغفران ده بس موجود في العهد الجديد. فلازم احنا عندنا دايما في علم التفسير تكست اند كونتكست، يعني ايه الايه والقرينه، ليه اتقالت الحاجه دي؟ مش هقدر افهم العباره الا في صياغ القرينه. فالقرينه هنا جميله جدا، بتعبر ان عدم الغفران بمعناه انه لن يتساهل مع الغلط، مش هيقبل اني امشي معاه في طريق الحب والزنا، في طريق البر والشر، مش هتنفع. يعني هو ربنا مش بحبوح كده، لان ده مش الحب ولا دي القداسه. عايز اشكركم عشان خاطر الاسئله الرائعه اللي احنا سالناها، مش عارف من غير اسئلتكم كان يعني انا فعلا عايز اشكركم لانها بتوضح حاجات مهمه مش بس ليكم لكن لاخواتنا اللي بيتابعونا على شاشات التلفزيون. نلتقي مرة أخرى مع حلقة جديدة من مدرسة المسيح. آمين. مدرسة المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات الموجودة وتبعت لنا الأسئلة اللي انت مش فاهمها. انا عارف ان المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك. امين.